أغا لحظة بس. أغا ما هيك؟ بابا لك؟ أنت كيف بتضربني على راسي وبتهرب؟ مين أنت؟ قوموا لك. وقف دخيلك أنا كربال على لا تضربني يا أغا. وقف شوي. مفكر حالك رح تقدر تهرب مني؟ لا والله يا واطي. لا يا أغا تخطف من وراي. ما فكر اني ما رح اوصل لك ولك. مو هذا اللي كنتي تتمنيه عطول؟ مو كنتي تقولي خلينا نهرب نروح على مكان تاني نأسس حياتنا فيه؟ تحقق حلمك هلا ورح نبدأ حياة جديدة سوا. أصلاً طول ما نحن الاثنين مع بعض ما رح يهمنا وين ما كنا عايشين، المهم نكون سوا، مو هيك حبيبتي؟ طبعاً أكيد سليمان، ما بيهمني المكان، المهم عندي نضل أنا وياك مع بعض. قبلاني أعيش معك بالصحراء حبيبي. بابا صاير سلمة؟ وعم تسترجي ترفع ايدك علي ولك؟ بعد عن بابا اتركه بعد عنه. اي بابا 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 فتح عيونك بابا. طلع فيني ولك. اصحك تتجرأ وتوقف بوشي مرة تانية. بطلع بروحك وما استنى دقيقة. نمشي. بابا لا تخليه ياخذني دخيلك. فلتني اتركني. بابا بابا دخيلك لا تخليه ياخذني. زهرة، انت رفيقة اخي ما هيك؟ رفيقته ايه. عندك كمان اخت اصغر منك؟ ايه عندي، واسمها رفيف، وهي كمان مثلك حلوة كتير وأمورة. ما بعرف شو عم بتساوي هلأ ولا وين بتكون. ان شاء الله تكون مبسوطة، المهم انها هي تروق شوي. ان شاء الله. أبي أبي شو صار معك؟ عدنان عدنان عرف إنه نحن هون. إجا ضربني وكان راح يموتني. خطف رفقي فرح. لك يكسر إيدي لأخي. ليش ضربك هالضرب كله هيك؟ كيف عرف إنك هون؟ شو عرفوا إن إحنا جايين على هاد المكان؟ والله ما بعرف يا أبي. فكرت إنه هون ما بيقدر يلاقينا. لك لسه ما لحقنا ننزل من الباص طلع بوشي دغري. بيكون اتوقع هالشي لحاله لانه ما حدا بيعرف بهالحكي. بيكون قال اكيد راجعين على ضيعتكم، يعني ما في مكان غيره عندكم لتروح عليه. تعابي يلا يلا. طلعت قد المسؤولية، وفيت بوعدك إلي وما كسرت كلامي. الله يرضى عليك يا رب. أنا قلت لك لا تشغلي بالك، عدنان قد وقدود، ما في شي بيصعب عليه. إيه لكن أمي طالع لأبوه أصيل وابن أصل.
طبعا لمين بده يطلع غير إلك يعني؟ ابن عيلة كيرمان عطول رافع راسنا بين الناس، عن جد إنه آغا ابن آغا والكل رح يحسب له حساب. فوت ابني. شو عم تعمل هون هي؟ شو نسيت إنه هي البنت عن قريب رح تكون مرتك ولو؟ وزهرة ليش عم تسأل عنا يعني؟ من اليوم ورايح ما عاد بدي اسمع اسم زهرة بهالبيت. آغا عرفت مكان يونس، اليوم جابوه على هاي المشفى اللي بهارمالي. بتخلص عليه دغري، خلونا نخلص من القصة. يلا ناطر منك أخبار حلوة. شو نمت ابني؟ لا عم برتاح شوي. ايه ارتاح طبعا حقك، انت تعبت كتير. اليوم الأغوية صارت مضمونة وستك لورين مبسوطة بالشي اللي عملته. ايه واخيرا. ولسه اذا سمعت مني وبتعمل اللي ببالي ما عاد بينقصك شي. ليش شو ناقصني؟ أنا قصدي يعني إنك تتجوز دلال بقى. خلصنا. متوقع إنه أنا أقبل أتجوزها بعد الشيء اللي هي عملته؟ أمي انسي هالموضوع. شو بنا؟ هذا كله من غيرتها عليك ابني؟ يعني القصة ما بتستاهل تكبرها؟ لا أمي، القصة كبيرة ودلال شلتها من بالي. يا روحي أنا كمان كتير مشتاقة لرفيف. مو مشكلة، تعودت على هالشي من زمان. رفيف وأمي ميسوم كمان، كل الفترة اللي عشتها بالقصر كنت محرومة من شوفته، حتى كنت أقعد وأتذكره أسأل حالي يا ترى شو بيكونوا عم يعملوا.